ما أحلاه بابا، يلا نروح. أرجو أنكم لا تنوون ترك أكياس النفايات في المنطقة. طبعا سنتركها، ما المشكلة؟ في الحقيقة أن الأكياس ستتمزق، وأن الزجاج والعلب التنكية قد تجرح الغزال، وأن تسبب حتى إلى أن يتعذب حتى الموت. إن إلقاء مخلفات الطعام في الطبيعة تضر بسلسلة الغذاء الطبيعية. جميع الحيوانات والنباتات في الطبيعة تعيش حسب منظومة علاقات كاملة. عندما يتم التدخل بإلقاء نفايات أو إطعام الحيوانات، فإن هذا يضر بسلسلة الغذاء. مثلاً عندما تقدمين الطعام للغزال، أو عندما يتغذى على بقايا الطعام التي تركتيها، فقد يضر به أو حتى أخطر من ذلك. إذا اختفت الغزلان، لن يبقى حيوان يأكل من الأشجار البرية وينشر بذورها، وعندها تختفي الأشجار البرية. فماذا سيحصل للطيور التي تبني أعشاشها على هذه الأشجار؟ وعندها مع ماذا سنبقى؟ لا شيء. مع النفايات، الكثير من النفايات. لذلك عند الخروج إلى الطبيعة لا نطعم الحيوانات ونأخذ أكياس النفايات معنا. وهكذا فقط يمكننا الاستمتاع بطبيعتنا الجميلة. لتفاصيل أخرى ادخلوا إلى موقع سلطة الطبيعة والحدائق. رحلة ممتعة.